سالي، محطتنا الأولى لليوم مع الصحة وعالم الغذاء. رح نحكي اليوم عن الكوليسترول كمركب، ما هو، ما وظيفته بالجسم ونسبته، معدلاته الطبيعية والأضرار الناجمة عن ارتفاعه. طبعا مجموعة من النصائح مع خبيرة التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك نور. هلا. سعد صباحك إيفانا. صباح شتوية يلي بلشنا فيها والأكلات الدسمة طبعا. دائما بس نبلش الشتوية ببلشوا الأكلات الدسمة، وخاصة الأغذية الغنية بالدسم مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي شو الحلول والسعرات الحرارية، كيف بدنا نخفف شوي منها. هلا نحن حتى نحافظ على وزن انه نحن لقيناه او عملناه بالصيف ما بدنا نرجع نسمان، اهم شغله انه دائما نحن دائما بقولها بكل مقابلات، الخمس وجبات. ابتعدوا عن كل شيء فيه مقالي، ابتعدوا عن الشغلات اللي فيها دسم، العبوا رياضه. فينا نحن نستبدل الشغلات، السمن الحيواني بالزيت النباتي، هيك نحن بتكوني خففتي انت شويه سعرات حراريه وحافظتي على جسمك، وبنفس الوقت ما اذيتي لجسمك. دائما بما انه في رياضه بحياتك كروتين دائم ما لازم نحن نوقفه، فانت هون كنت حافظتي على وزنك وحافظتي على الشيء الصحي اللي ممكن يصير معك بجسمك. بس يمكن إيفانا المطبخ السوري معروف بالاكلات الدسمه والاكلات اللي يمكن بنفتخر فيها نوعا ما، وكثير الناس بتسمع هالحكي بس ما كثير بتنفذه على ارض الواقع. يعني بتقول لك انه اذا ما بدي اكل اكلات دسمه او مقالي او محل شو بدي اكل؟ فقديش فعلا هي الاكلات ممكن إلى ضرر كتير كبير من خلال مثلاً ارتفاع الكوليسترول. هلأ طب شو هو الكوليسترول؟ الكوليسترول هو عبارة عن مواد أو منتجات بلورية من فصيلة استيرويدات. تمام. طيب نحن شلون بيتصنع هذا الكوليسترول بالجسم؟ هلا 80% جسم بيصنعوه عن طريق الكبد، وال20% نحن بناخذه عن طريق الاكل المنتجات الحيوانيه. فانت تخيلي انه نحن فوق ما 80% عم طلعوا الجسم، اكل فوق ال20% بصير الجسم ما عاد يخزنه. هلا هو شلون بيتخزن بالجسم؟ الكوليسترول بفوت على الدم، بيروح في شيء اسمه ناقلات دهنيه او بروتينات دهنيه، الليبوبروتين بيتحد معه، بتروح بتحمله بتوزعه للكبد وتوزعه على الدم. هلا هاي الناقلات إذا كان الجدار تبع سميك فهو الكوليسترول اللي دخل عنا هو كوليسترول جيد، الـ HDL ما بيزي. أما بيروح طبعاً هو شو وظيفته؟ بيروح وين في كوليسترول؟ على الشرايين، على الجدران، الخلايا، بياخدها بيبعتها على الكبد حتى يتخلص منها الجسم. أما هاي البروتينات أو الليبوبروتين إذا كان أكلين كوليسترول سيء من الشحوم النباتية الحيوانية، الأكل الدسم، بتصير غشائه هو طبقته رقيقة، هون بيطلع عنا الكوليسترول السيء اللي هو LDL. فطيب هذا هو السبب اللي نحن ممكن ما لازم نعرف شو الكوليسترول الجيد والكوليسترول أو الأكلات اللي فيها هيك والأكلات اللي فيها هيك. لهيك لازم يكون يعني تلاقي العالم ميالة للنظام النباتي من أجل ما يرتفع الكوليسترول. تمام. هلا تمام بالجسم. صح، لانه هو موجود بالمخ، بالعصارات الهضميه، موجود بالاعصاب، موجود بالاكل، بالشحوم الحيوانيه اكثر من النباتيه. تمام. إيفانا خلينا نحكي عن وظائف الكوليسترول بالجسم وقديش لازم تكون نسبته لحد ما، وامتى بيصير خطر على جسم الانسان. تمام. هلا وظائفه اول شيء الاهم شغله اللي هي بفوت بمكون اساسي لفيتامين د اللي هو نحن بدون الدال الكالسيوم ما بيتثبت عندنا بجسم الانسان، هو اساس صناعة الأغشية والخلايا الخلوية والجدران الشرايين. كمان هو بفوت بتشكيل الأعصاب، الخلايا الدماغية والمخ، وهو مكون أساسي للحمض الموجود بالعصارة الصفراوية اللي هي بتعمل الهضم بالجسم. هلا مستوياته هو ال LDL السيء لازم ما يكون أكثر من 100، ال HDL ما يكون أكثر من 80. هلا إذا ارتفع فوق ال 200 فهون في عندك خطورة، حتى ممكن يتأثر الشحوم الثلاثية، ممكن يصير عندنا مشكلة بالبنكرياس وبالكبد. بالقلب اكيد هاي اساس. خلينا نحكي عن الاضرار الناجمه عن ارتفاعه. يعني في كثير من الناس بتلاقي فيهم شباب بس عندهم ارتفاع بنسبه الكوليسترول بجسمهم، الاضرار الناجمه يعني مثل ما قلنا دائما لما نقول ارتفاع بالكوليسترول نقول مشكله بالقلب. تمام. هلا شو ما شلون بصير الضرر؟ بيرتفع عندك الكوليسترول، الجسم الكوليسترول السيء طبعا، الجسم ما عاد يقدر ياخده على الكبد لحتى او الليبوبروتين لحتى انه يحرقه أو يستهلك الجسم مثل ما بده، بيصير في عنا تشكل على الشرايين والجدران. فهي الشرايين والجدران والخلايا عندها خاصية بتنط مطاطية، الخاصية المطاطية. فهي الخاصية المطاطية علقت شوي بس علقت بس طلعت مطاطية. الخاصية المطاطية بتختفي بسبب ترسب الكوليسترول، بيصير صلب، فلما بده يتدفق الدم
بتلاقي انه ما عم في تدفق صح، عم يصير في شيء عم يمنعه، بيصير في تصلب، بيصير في انسداد الاوعيه والشرايين، هون بتصير عندك التجلطات، الجلطه الدماغيه والقلبيه عند الشباب. يعني بالنسبه يعني المشكله الاساسيه لتصلب الشرايين او انسداد الشرايين بالقلب هي ارتفاع نسبه الكوليسترول، لانه ما عاد بقى اخذت وعطت مثل ما نقول بالعاميه الدم لما بده يمشي، ما عاد مطيت، فبتلاقي تصلبت وصار في عندنا انسداد. وقت تلاقي الشباب بيموتوا لما بينصاب الشاب بالجلطات بيموت دغري، ما مثل الختيار او كبير بالسن، لانه اصلا هاي الخاصيه بتكون اقوى عنده. صحيح، يعني دائما في ادويه لتخفيض الكوليسترول، واحيانا بلا ما نلجا للادويه يا ريت انه مثلا ندير بالنا على اكلنا والاغذيه تبعنا، اللي انت هلا راح تخبرينا عنها شو هي الاغذيه اللي بتخفض نسبه الكوليسترول او ممكن ما تزيده. تمام، هلا اول شيء بنحب نبلش انه دائما لازم ياكلوا شيء فيه اوميجا، الاوميجا 3 او الاحماض الدهنيه الموجوده بالاسماك او حتى بالمكسرات النيه، هاي بتعطينا الخاصه تبعيتها بالاوعيه والشرايين وبتصير بتمط بشكل كامل عشان ما نعلق. وثاني شيء عندك الخضار، كثير مهم الواحد يتناول الخضار، الخيار، البندوره، الخس، الملفوف، ولا الخضار الشتويه كثير البروكلي المضادات الاكسده، القرنبيط، هاي كثير عاليه وكثير منيحه لانه بتساعد الاوعيه والشرايين وتدفق الدم صح. الفواكه اللي فيها بكتين اللي هي التفاح، الكمثرى، الهنجاص، البرقوق، الخوخ المطاول، هاي كثير منيحه، والبرتقان كثير منيحه كمان لتخفيض الكوليسترول. زيت الزيتون او الزيتون احنا لما بنتناوله بيخفض ال LDL وبيطلع ال HDL عنا. بالنسبة للحوم أو البروتينات نحن ممكن كل شيء بس تكون قليلة الدهون، يفضل تكون مشوية أو مطهية أو قليلة الزيت بلا السمنة. دائما الأكلات الجاهزة حتى لما ناكل برا مرة بالشهر نستبدل الشحوم أو السمنة النباتية أو الحيوانية بالزيوت، أفضل أقل كوليسترول. بيقولوا الرز ما بيطلع طيب غير بالسمنة للأسف، هي أمهاتنا وأجدادنا طيب. الأكل بالزيت النباتي ما له طعم، الرز بالذات الرز بس نعمله بزيت مازولا يعني أوكي طيب، بس إنه بالسمنة بس هيك بتنكع، هي دائما امي بتقولها انه ما بيفتخروا انه اسلام بيقولوا لك اياها بالسمنه. تمام صح مزبوط، هذا افتخار عن جداتنا. ما مشكله، ما تمنعوا حالكم بس الكميه تكون قليله، لانه حتى في دراسات بتقول لك انه نحن بحاجه لها السمنه او حتى الدهون، هي بتعطينا الطاقه اللي بحاجه لها. هلا حتى بالنسبه للرز ياكلوا وقت اللي عشان يخفضوا الكوليسترول الاشياء السمره، الشوفان، الخاله، ابتعدوا عن الدخان، ابتعدوا عن الكحول، الدخان بيخلي الكوليسترول يترسب على الشرايين وبصير عندنا التجلطات. إذا عندهم زيادة وزن بدهم ينزلوها، كثير مهم المي يشربوها، الأجبان والألبان تكون خفيفة، قليلة الدسم مو خالية الدسم ما أنا مشكلة. يعني تقريبا، والرياضة كثير مهم الواحد يلعب الرياضة. يمكن إيفانا كمان عم نشوف بالفترة الأخيرة نسبة كبيرة من الشباب عم يكون في عندهم كوليسترول. يعني آخر 10 سنين كنا دائما اللي بيقول اللي معه كوليسترول، ارتفاع بالكوليسترول هو كبير بالعمر، تخطى 50 أو 60. بآخر 10 سنوات عم نشوف لا، اختلف يمكن نظام الحياة المعيشي، إن كان النظام الغذائي أو الحياة مثل ما قلتي مثلا اليومية، الرياضة، جلوس، ما عاد في يمكن نشاط مثل قبل. شو السبب فينا نقول؟ هلا هون لما بتصير مثلا الستريس اللي نحن عايشينه بهالفتره بيأثر، بصير الشخص بياكل شو ما كان، تمام، ما بيمل الكآبه، ما عاد بده يلعب رياضه، ما بده يعمل بشيء، هذا بيتولد انه تلاقي الكوليسترول زاد عندنا، الشحوم الثلاثيه زادت، ارتفعت، توضعت، هذا هو اساسه اصلا الكوليسترول، انه غير انه الاكل في عندك الستريس بيأثر عليه كمان. فهذا الضغوط الحياه هي اللي بتكون لها علاقه، بيأثر بنسبه كبيره فينا نقول. تمام، واللايف ستايل تبعتهم كله غلط. يعني دائما لازم الانسان يدير باله حتى بحالات عصيبه واكتئابه، ما يحط الاكلات كلها وياكلها، يعرف شو بياكل. تماما، بالليل خلينا نحكي عن اكل بالليل، اذا كان مثلا العشاء شوي هيك فيه دسم، كميات قديش لازم الواحد هيك يحسب كميات، بلكي كان معزوم مثلا مو عم يتعشى. هلا مشاوي نفترض المفروض ياكل تقريبا بحجم الايد، ممكن يعني قطعه وحده اذا كانت مشاوي. بالنسبه للمشاوي اللحمه لا ما تتجاوز انه مثلا تنتين ككباب او مثلا 4 شقف، دائما يحاول ما ياكل نص كيلو، لا طبعا لحاله اللي يبتعد عنه. هلا اذا ولا بده انه هو اكل يوميته وكثر، ثاني يوم بده يلعب رياضه، بده يحاول ابدا ما ياكل دسم لحتى يعمل ميزان، انا امبارح خبصت اليوم بدي اعمل هذا الشيء، ويكثر دائما مي، وثاني يوم اكيد كثر الخضره والفواكه والشاي الاخضر، الشاي الاخضر قد ما كثرناه بس مو بالليل لانه بتنعم بتخليك تنامي. طيب تحرقك. طيب إيفانا خلينا نحكي عن نسبة يمكن زيادة الوزن كمان قديش بتأثر بالكوليسترول، وعم نشوف يمكن نسبة كتير كبيرة مثل ما قلتي نمط الحياة اختلف، المعيشة اختلفت، في زيادة بالوزن إلى أثر كتير كبير على ارتفاع الكوليسترول.
تمام اكيد. ليش؟ لانه اول شيء لما نحن بصير عندنا عم ناكل سعرات حراريه زياده، الجسم ما بيلحق بقى يصرف الكوليسترول او حتى السعرات الحراريه، بصير مثل مبدا انه بيطشها بالجسم كيف ما كان. تتوضع عند النساء، عند الاوراق، عند الرجال، عند البطن، بصير عندك زياده بالمشاكل بالبروتينات اللي بتكون لها علاقه بهضم الكوليسترول او حتى انتشاره بالاغشيه الخلويه. هاي كلها بتلاقيها فوق بعضها بتصير تتركب، بصير عندك التجلطات، هاي كلها بسبب زيادة الوزن، بصير عندك ارتفاع ضغط الدم، له علاقة بارتفاع الكوليسترول، له علاقة بارتفاع الشحوم الثلاثية، عندنا مشاكل قلبية بسبب زيادة بسبب ضغط الدم اللي ارتفع الكوليسترول، هي كلها مرتبطة مع بعضها. يعني هي شبكة واحدة وأساسها زيادة الوزن والسمنة. تمام إيفانا. أحيانا ضغوطات العمل والوقت الطويل بالشغل أحيانا بينسى الإنسان حاله، يمكن وما بيدير عباله على نوعية الأكل يلي هو عم يتناوله، ممكن ما يفطر، وهذا دائما أنت بتنبهي عليه بكل حلقاتنا أنه الفطور هو أساس بكل شيء. ولازم يتضمن عدة شغلات. أحيانا يمكن بيتغدى، خلينا نقول بين غدا وعشاء مع بعض، قديش كمان هذا الشيء بيضر؟ كثير بضر. ليش؟ لأنه استقلاب الجسم متعود أنك تتناولي كل 3 ساعات وجبة. نعم. ولو كانت كمية قليلة. تمام. فلنحن عم ناكل وجبة أو تنتين، الجسم ما لح يحرقها، صح؟ لح يتوضع الشحوم بشكل سيء أو خاطئ بالجسم، لح يصير عندنا مشاكل هضمية ومشاكل تانية بارتفاع الكوليسترول. إذا كانت الأكلة دسمة لح يصير في صدمة بالمعدة، أنه أنت دغري عم تاكلي أول وجبة تكون تقيلة، ما لح تعرف تصرف الفيتامينات والمعادن وتحرق السعرات الحرارية. نعم. طيب خلينا نحكي كمان مثل ما قلنا وذكرتي فانا عن الرياضة قديش مهمة كمان للحفاظ على جسمنا ونسبة الكوليسترول بالجسم. يمكن نحن ما عندنا ثقافة بنهمل حالنا زيادة، صح. يعني منشغل بالشغل، منشغل بالعيلة، وآخر خيار بيكون لنا أنه نظامنا الغذائي، حياتنا، اللعب، الرياضة، قديش فعلا كمان له دور كتير كبير. أساسا الرياضة بدون ما يكون عندك أي شيء بالحياة لازم يكون نظام حياة مرة أو مرتين بالأسبوع، فقديش فعلا بتأثر. يعني نحن بيمر معنا كتير من الدكاترة إن كان سكري أو ضغط الدم، أو بيذكروا لنا دائما الرياضة هي جزء مهم بالحياة. شوف، الرياضة بتنزل مستوى ضغط الدم، ارتفاع الدم إذا كان عندنا ارتفاع بالدم، بتنزل لك السكر إذا كان مرتفع السكري، بتنزل الوزن، بتحرق سعرات حرارية زيادة، بتسرع بالحرق وبالاستقلاب، وبتضخ الدم والدورة الدموية اللي هي بتنقل كل الأغذية بجسم الإنسان عشان الأعضاء بشكل كامل تشتغل بشكل صح. وبالنسبة للغدة كمان نفس الشيء، هي فالرياضة هي لما قالوا رياضة حياة يعني صدقوا، لأنه هي خلص روتين حياة. إذا اللي بده ينحف كل يوم بيلعب رياضة، اللي بده يحافظ على وزنه 3 مرات بالأسبوع. يعني إيفانا بدنا نصائح منك لجميع مشاهدينا، وخاصة كمان اللي عم يعانوا من الكوليسترول ومحالهم بطريقة أكلهم، لأنه في عالم ما بتقدر تضبط حالها أمام الوجبات بغض النظر مرضانة بتلك يلا نمرق معلش، خاصة مرضى الكوليسترول، شو بدنا ننصحهم؟ هلا كثير مهم اذا ما عم ينزل الكوليسترول تبعهم لا بنظام غذائي ولا بمشكله، بده يتحول لطبيب اخصائي، فيه ياخذ الادويه ليخاف، بس بده ينتبه انه استخدام الادويه المديد ممكن يعمل مشكله، انه بيصبط الكوليسترول بجسم الانسان ل 80% ما عاد يتصنعه، فبصير عندنا مشكله بالذاكره، مشكله بالفيتامين د ومشكله بالاعصاب. دائما يكون اكلهم خضار وفواكه، كثروا قد ما بدهم نشويات، ياكلوا الرز الاسمر، شغلات يعني يروحوا على الشغلات الحبه الكامله الخاليه. اللحوم تاكلوا اللحوم، اذا ولا بد اكلت يوم اكل دسم ثاني يوم مثل ما قلت بدك تلعب رياضه او تحرم حالك الاكلات الدسمه، فيك مره بالاسبوع يكون يوم فري. دائما كل شغلات الخضار والفواكه والنشويات والاكل المشوي والمسلوق، ومره بالاسبوع تعملها فري، وجبه فري استقلاب يمكن تماما او اصلا كمان بتحرك، يعني بصير جسمك بيستقلب صح. ابتعدوا عن التدخين والكحول، يشربوا مي كثير. قديش رح يلتزموا بهدول النصائح مشاهدينا؟ بنحاول دائما. شوفي، لا في مرحله بيوصلهم وبيضطروا لانه كثير من يعني مثلا نحن بنعرف من اهالينا من جداتنا وامهاتنا، بتلاقي مثلا انه في عندهم مثلا سكري او ضغط او كوليسترول، ما بيلتزموا، يعني بتقول لك بلا دواء وبدي اكل، وانه هي الحياه بدك تعيشيها مره، وانه ما رح ارد على حكي الدكاتره، كله التزام. كثير صعب، كثير غلط اصلا، بس هي ثقافه موجوده للاسف بمجتمعنا، صح. يعني بتقول لك لا، مثلا انا مثلا والدتي عندها سكري، بتقول لك لا بدي اكل حلو. فهي هلا شوفي، اللي معه سكري مو يعني ما ياكل حلو، بس بده يضبط الانسولين
الانسولين تبعه. تماما، في نسب محدده، هي النسب اللي احنا بنختلف. قلت لك قطعه صغيره بس تاكل قطعه كبيره. اوكي. بيحط مثلا بيفتح البراد بالليل مثلا وقدام مثلا العائله ما بياكل، بيروح بياكل بالسرقه كمان. قديش عادات مثل ما قالت نورة خاطئه كثير، والاهالي طبعا ما حيردوا على اولادهم. لا طبعا للاسف. ما بعرف، الشخص لازم يوعيهم لاهله للاسف الشديد. عم اقول لك هي ثقافه عنيده. ايه تماما. واحيانا بتصير القصه مثلا عناد، انه لا يعني لما تلتزمي معهم انه في نظام غذائي لازم تتبعيه وادويه لازم تاخذيها بتصير عناد. بتحسي مثلا الاهل لما يكبروا شوي بتحسيهم مثل الاولاد نوعا ما، ما لكم غير تخوفون. ايفانا، الاغذيه اللي فيها سكريات مثل البطاطا خلينا نقول المسلوقه، يعني كمان لها كميات محدده، مريض السكري فيه يتناولها بكميات محدده، وايمت تخرج عن الحد المسموح فيه؟ تمام. لانه في كربوهيدرات اللي هي بتسيئة شوي او بتأذي شوي بالنسبه لارتفاع سكر الدم، فهو ممكن اذا كانت بطاطاي وحده كبيره يتناولها، او اذا كانوا صغار ممكن اربع صغار او تنتين وسط. تمام. هلا فيه يتناولوا مثل ما عم بيعمل كنترول على الانسولين عم بياخذه، بيقدر ياكل اللي بده اياه. تمام. يعني دائما هي مثل ال1500 حريره بتكون 50-40% كربوهيدرات، بيقدر يتناولها مريض السكري مثل ما قلت. بس نسبيا قديش نحن بنقول كم حريره يوميا ممكن؟ 1500 حريره. 1500 هذا بده ينحف. تمام. اما بالنسبه للاشخاص النساء 2000-2500، الرجال 3000 بيطبقوا. هدول الاشخاص ما فيهم شيء، ما فيهم عندهم لا زياده وزن ولا شيء، او الاطفال هذا. اما للنحف 1500 او 1200. بس قديش بتختلف يمكن هي النسبه من وجبه العشاء الغداء او العشاء؟ يعني لما ناكل الكميات. تماما. حتى مثل ما قلنا الماده الدسمة. تمام. يعني ممكن انت تاكلي وجبه ما انا صغيره كبيره، بس هي اساسا ما بتحتوي على حريرات بنسبه كبيره. تمام مزبوط، كثير بتختلف. هون بقى بيلعب اخصائي التغذيه بهالقصص، بالاكل، بالمصادر الغذائيه، بالشغلات اللي عم ينطبخ فيها، بانواعها. تمام. يعني إيفانا معلومات جدا مفيدة وجدا بتهم الصبايا والشباب. كانت ضمن الفقرة والمساحة اليوم معك. نتشكر كثير بوجودك معنا، وإن شاء الله يكون لنا طبعا لقاءات لمواضيع تانية أيضا إن شاء الله بتفيد. أكيد. الصحة أكيد أكيد. خبيرة التغذية إيفانا اليوسف، نتشكرك على وجودك معنا، ونتمنى من جميع مشاهدينا والصبايا يلتزموا بهي النصائح للحفاظ على جسم سليم وجسم جميل إن شاء الله. شكرا كثير.